نحن الان يوم الخندق، المشركون عشرات الاف، المسلمون ثلاثة الاف. رجل من المشركين عبر الخندق يسمى عمرو بن عبد ود، رجل كان حديد الوجه حديد البصر حديد اللسان، رجل ملك قلبا لو وزعت قسوته على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. كانت نساء قريش يخفن الاطفال بذكر ذلك الرجل. عبر الخندق على فرسه ونادى باعلى صوته: يا محمد، انتم تقولون ان قتيلكم في الجنة وان قتيلنا في النار، لقد اشتقت لدخول النار يا محمد، اليس فيكم واحد اشتاق الى دخول الجنة فيقاتلني؟ هذا تحد صارخ، هذا جبروت كذاب اشتاق لدخول النار، يريد احدا من المسلمين ليقاتله. فمن الذي تصدى له قائما؟ انه علي ابن عم رسول الله. كان شابا في الخامسة والعشرين، ولكنه لو اقسم على الله ان يزحزح الجبال لهانت الجبال. لم يتربى في اللاتيه فرنسيه ولا في الجامعة الامريكية، انما تربى وتخرج في مدرسة الارقم ابن ابي الارقم، كان عميدها حبيب الله محمد. قال علي: انا له يا رسول الله. قال له الحبيب: اجلس انت يا علي، ان الرجل جبار. قال له علي: ناشدتك الله يا حبيب الله الا تحرمني من دخول الجنة. كان احدهم اذا ذهب الى ساحة القتال وسأله سائل: الى اين تذهب؟ لم يكن يقول: انا ذاهب الى الجبهة، او انا ذاهب الى الغردقة، او انا ذاهب الى العين الساخنة، انما يقول له: انا ذاهب الى الجنة. اني اشم ريح الجنة، كان يقول هكذا: اني اشم ريح الجنة. وقوم يشمون ريح الجنة لا يعرفون الانسحاب من القتال ابدا، قوم يعلمون انهم سيذهبون الى الجنة لا يعرفون الا الثبات لانهم ذاهبون الى الجنة. اهناك من يكره الجنة؟ اللهم لا، اللهم لا. كان القائد اذا اراد ان يتحرك بالجيوش يسأل زوجته قبل ان يسافر فيقول لها: اين نلتقي؟ فتقول له زوجته: اما ان نلتقي في قصر العدو واما ان نلتقي في رياض الجنة. يقين. قال الرسول لعلي: اجلس. قال علي: ناشدتك الله الا تحرمني من دخول الجنة.
ورأى البطل المقدام سيدنا محمد إصرار علي على المزاج، فقام وخلع عمامته فألبسها عليا، وخلع سيفه من غمده وسلمه لعلي، وقبله في جبينه قبلة الوضوء الصادقة، وقال له على بركة الله يا علي، وتوجه الى القيادة العليا فارسل برقية عاجلة الى رافع السماء بلا عمد. وجاء في نص البرقية: يا رب لقد اخذت حمزة يوم احد فاحفظ لي عليا هذا اليوم. وذهب علي بخطوات ثابتة ثبات الراسيات الشوامخ، كان يتحرك بقلبه قبل ان تتحرك قدماه، وكان يستحضر عظمة الله قبل ان ينظر الى عدو الله. والتقى الفريقان وجها الى وجه، التقى المتقاتلان، فقال العدو: من انت؟ قال له علي: انا ابن عم رسول الله. قال له: يا علي استصغروك فارسلوك لتكون طعاما لسيفي؟ قال له علي: بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا. من انت؟ من انت؟ من انت حتى يرسلوا اليك احدهم؟ انهم كبار، انهم عظماء، انما ارسلوني انا اليك لانني اقلهم شأنا، وانت لا تستحق الا هذا. انظروا الى حفظ كرامة الاخوة، ان هناك ناسا لا يطيقون على سمعهم ان يذكر فلان او فلان بخير. اذا ذكر احد الناس امامهم بخير ظل وجه احدهم مسودا وهو قصير. لكن هؤلاء الذين تربوا في مدرسة محمد كانوا يعرفون للغائب حقه. قال عمرو: يا علي لقد كان ابوك صديقي، وانا لا اريد ان اقتلك حتى لا افجع اباك فيك. فقال له علي: ولكني اريد ان اقتلك وافجع اباك فيك. الست قد اشتقت الى دخول النار؟ ولكني لا اقاتلك حتى اعرض عليك ثلاث كلمات. قال الجبار العنيد: هات الاولى يا علي. قال علي: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال الجبار العنيد: لا اقولها ولو كان رأسي في قاع جهنم. فهات الثانية. قال علي: اما الثانية فان ترجع ولا تقاتل رسول الله. قال الجبار: لا افعل، لو فعلت ذلك لقال الناس ضحك عليه صبي صغير. فهات الثالثة يا علي. قال علي: اما وقد ابيت الاولى والثانية، فالثالثة
ان تقاتلني وانت راكب فرسك واقاتلك وانا واقف على الارض. لماذا قال علي هذه الكلمة؟ لانه واثق من نصر الله، وقد خاب من افترى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى، لم يقل فقد هلك، لم يقل فقد ضل، انما قال فقد هوى. وهذه الكلمة تنخلع القلوب عند رؤياها، هوى من اعلى فسقط في اسفل سافلين، ودارت بينهما المبارزة بالسيوف، وسمع المسلمون صرخة هتكت حجاب الكون، فذهبوا ينظرون فاذا براس عدو الله على سيف رسول الله. هذا هو فعل العقيدة، هذا هو فعل الايمان. الايمان صانع العجائب، الايمان صانع المعجزات. هكذا وقف علي لم يخش جبروت جبار. هل نحن ربينا شبابنا على هذه العقيدة الأصيلة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذنك عباد الله. لا إله إلا الله محمد المصطفى، محمد is his messenger.